بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل غرفة من بيت العود اسمها غرفة المواد التراثية بصحبة الأخ العزيز اسم الكريم حميد الراجحي. حميد بن راشد بن حميد الراجحي. تفضل الأخ حميد، حدثنا عن هذا المكان. هذه الغرفة فيها مجموعة من المقتنيات التاريخية والأثرية، أغلبيتها لها علاقة بالبيت هذا. جميل. من ضمن العملات في عملات تراثية قديمة. قديمة. في عملات كاجارية، في عملات عملة سيد فيصل بن تركي، عملات شركة الهند الشرقية، في عملات خليجية 200 سنة 150 سنة. الكثير من العملات اللي موجودة هنا قديمة، في بعض منها وفي بعض منها في الستينات وفي بعض منها 200 سنة تقريبا. جميل. احنا جمعنا مجموعة منها. هذه كتابة قديمة تتحدث عن حدث تاريخي. هذه كتابة قديمة تتحدث، لكن ما واضحة عن حدث تاريخي، وهي حرب قديمة تقريبا قبل حوالي 138 سنة. ما شاء الله. احنا نفس الشيء معنا اللي هي طلقات الصمت او طلقات سلاح المارتيني هذه. نعم. حصلناها هنا في البيت لما كنا نشتغل فيه. جميل. فوق 32 طلقة. هذا نفس الشيء البوك هذا حصلناه هنا. الظهر الشياب جابوه من شرق افريقيا. لانه في الاساس كان يستعمل في في عملية رفع وتنزيل العلم. نعم ما شاء الله. يمكن شيابي من الناس اللي راح شرق افريقيا وجابوا هذا. جميل. وهذه الصخرة مالي ايش تمثل؟ هذه رسومات صخرية. هذه رسومات صخرية قديمة، يمكن الألف الأولى الألف الثانية قبل الميلاد. هنا في البلد يعني. في البلد بالعشرات تنتشر. فيها كثير من العناصر. هنا تمثل لك حرب معينة. نعم. فريقين يتحاربوا فيما بينهم. وفيها كتابات وكل شيء. ما فيها كتابات. هذا التعبير عن طريق الرسم. اها. ما عن طريق الكتابه. نعم. هي الرسم يعتبر نوع من انواع الكتابه. نعم. يعني الرسم يوضح لك. نعم. ان هذا كذا وكذا وكذا وكذا. نفس الشيء معنا ان هي هذه كتابات كانوا في الحجاره. بالضبط نفس الرسومات هذا. اي رسومات. وهذا رسم بشر قديم. فاتح يديه وفاتح رجليه. طبعا التاريخ البشري تطور كبير. نعم. من صدق. بدايه النشوء البشريه الى الوقت الحالي. نعم. في حضارات مرت، في منها استعملت الرسم، في استعملت الكتابه تدريجيا الى ما وصلنا عليه حاليا. نعم. وهذا النحاس. ايه ما شاء الله. ايه خبث النحاس. اها. وهذا في الاساس هذا لما كانوا يصهروا النحاس في افران خاصه، هذا كان يرمى في الزيت، ما منه فائده. ما منه فائده. اشوف حتى في بقايا الصفر. زين. الصفر هذا بقايا الصفر. نعم. وبقايا ماده النحاس. هذا كان ترمى ما منه فائده. نعم. وهذا نفسه. وهذا نفسه لكن صيغه اسمه خبث النحاس. خبث النحاس. أه. خبث النحاس. جميل. هنا مع نفس الشيء اللي هي تعرفها هذه. أه. تستخدم على البير هذا. ايوه. لما كانوا يسحبوا الماء. هذا اثار الحبل اللي كانت تجري على عب. هذا يوم يقول الشاعر الا ترى الحبل وتكرره على الصخرة الصماء قد اثرى. هذا بدون بالضبط. نفسه ان شاء الله. زين. وهذا أسلحة كثيرة موجودة هنا. ايش تسميتها؟ هذه الأسلحة في الأساس تستخدم في شرق افريقيا. ما شاء الله. كثير من شيابنا راح شرق افريقيا راح ويستخدموا هذه الاسلحه كحمايه شخصيه. نعم. حاجة. هذا سلاح الماساي تسمى سكين الماساي. ماساي تنسب الى قبيله من القبائل. قبائل هنا في افريقيا. نفس الشيء. وهذه ايش؟ نفس الشيء. نعم. هذه نوعيه ثانيه. وهذه ايش؟ هذا المدافع صغيره. هذه المدافع هي عباره عن كان سابقا لما هذا السلاح العماني او بوفتيله ما استعمل. لأنه جاي أسلحة حديثة. نعم. الشياب يسوي يقصوهم هنا ويستعملون كمدافع صغيرة للأطفال. هذا مقصوص ترى. إيه نعم. مقصوص للأطفال. لكن أصبح ما عملي يعني. ما عمل. ذيك الأيام بعد ما يقص. دخل أسلحة حديثة. إيه. هذا طبعا صورة. إيش تمثل هذه الصورة؟ الصورة تمثل اثنين من الشياب في الوادي هنا. آه. من كبار السن مقتنيين الأسلحة مالهم. نعم. لا جانب الحزام. جميل. وهذه. هذه مال اللي هي كان يدق فيها الحنة. نعم ما شاء الله. يدق الحنة. نعم. أو كان يخلى فيها حنة وكان من خشب هذه؟ من خشب. هي من خشب. هذا تصنع هنا في البلد ولا تستورد في الغرب؟ والله ما أعرفها بالضبط وين بالضبط، لكن كانت كل قرية موجودة وحدة عامة. وحدة عامة. تستخدم للعامة. نعم. ما فيها ملكية. نوع الخشب وهذه. يمكن سدر. يمكن سدر. أتوقع سدر. يمكن. أتوقع سدر. جميل. أتوقع. وهذه اللي هنا. هذه خزامة توقع تسمى. إيه ما شاء الله. ما اللي تخلى على الأعمام سابقا. إنزين. وهذه هذه جزء من قذيفة مدفع. هو ما شاء الله. فجر مدفع. تقول صخرة كانت. هذه حديد يعني هذا. هي حديد. حديد ثقيلة ما أقدر أشيل. أنت قوي. زين. هذا 70 كيلو. زين. وزين. وهذه نوبة. هذه يا طويل العمر هذا تسمى سوك، إذا سمحت بالسوك. سوك. هذا يداواب الجروح سابقا. نعم. وله مقالة خاصة. وله مناجم خاصة. شياب يستخرجوا
ياخذوه اي نعم ويقوم بعمل بودره منه، ياخذ جزء منه يسوي نعم. بودره ويسبب على الجرح وكان يباع في العيادات التقليديه. اي فعلا صدقت. وهذه هذا نعال قديم، نعال نشوف هذا يسمى كياس، هذا كياس حال ايش نوبه كيس، كيس هذا يخلى فيه القروش ويحزم إيه مثل الحزام على الخصر محافظه، هذا محفظه جديده تراثيه، محفظه قديمه هذا لو تصنعه كمها جديده زين بس نسقه مع شركه. وهذه من ايش تصنع هذه الحذيه؟ هذه ما 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 عندي ما 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 اقدر اعطيك معلومه، ما متاكد منها. جميل هذا مرود تقسيمه قديمه، هذا الكرش الفرنسي الكرش النمساوي. اي هذه الكرش بريطاني، هذا نقرب له الكرش، هذا الكرش بالضبط النمساوي بالضبط. زين هذه عمله كانت تستخدم بشكل كبير. اي صدق، حتى لما تبدلت العملات تعادل 8 ريال اتوقع ما شاء الله. وهذا ايش؟ هذا مكحله رجاليه. اي هذه مكحله، هذه صيغة في الوادي هنا. إيه هنا ما شاء الله. واحد الشياب صاخر. صناعة. اسمه خميس بن سيف الدهماني. إيه ما شاء الله زين جزاه الله خير. اللي هي التبليغة. تبليغة مع الخنقر هذه. قبل عن لا قبل عن الشباب بيكبروا. أيوة. وكانوا صغار الشباب سوي يلبسون التبليغة هذه. تبليغة جميل. تكون مقام الخنجر لكن فقط الأطفال الصغار. حزام فيها وكل شيء. حزام بالضبط. نفسه زين. وهذه إيش هذه؟ مجموعة من الأشياء القديمة. هذه إيش نبيه؟ الاستعمال هذا يسمى مش. الشمبار، ما الشمبار، ما الشمبار يختلف، الشمبار ما يحضر له توليه يسويها. المهم ادوات، وهذه مال الختمه يسوي فيها فيها حرص تحصل مرات. نعم تساعدنا يكون ما نعرف شيء ننسى زين. وهذه كتابات في البلد، شاهد قبر زوجة صاحب البيت هذا. اوه سبحان الله متوفى. هذه كتابه، هذه قبر موزه، هذا قبر موزه بنت مسعود السالميه. ماتت نهار 2/23 من صفر سنة 75 سنة و100 سنة وألف. كتبه ولدها عبد الله بن راشد بن خميس الراجحي. جميل. هذا زوجته صاحب البيت هذا. نعم. عندي وهذه رسم صخري. فوق خيل شال سيفه معاه. إيه هذه ما شاء الله. هذا فعلا. وهذه صخرة دي معليش. هذا اثنين يتبادلوا في الأموال. اها هذا اعطوه هذا الضاحيه والثاني بادل بالضاحيه الثاني، كتبوا وثقوا في الحصى مو قالوا. اها تاريخ يوم صح قياض زين فقايضه زين بين سالم بسلول البدري ومحمد بسليم الراجحي. اها اخذ سالم البستان العقبه، مكان اسمه البستان العقبه. جميل. ومحمد اخذ الحصين، مكان اسمه الحصين 1301. اوه شوف ما شاء الله هذه فعلا هذه قديمه قديمه. وين الشيء رسم صخري؟ هذه الرسومات الصخريه ايضا لعبه معينه وعن وعن شيء قديم سابقا، رسومات صخريه. وهذا بعد ايضا اسلحه القدم ممتد وترمي زين رافع. اقول لك السطح ما كان هنيه وفوق غرفه لا. يعني انتوا لغيتوا غرفه ولا كيف؟ لا لا طبعك من القذوع. شوف هذه رافع ما شاء الله. لا طبع البيوت القديمه كذا كذا يعني البيوت محصنه لعمليه تهويه لازم يسويها مرتفعه. مرتفع ما شاء الله جميل. هذا طبع كذا. نعم جزاك الله خير. وهنا خشب معين، تعرف نوع الخشب هذا؟ ايه هذا سدر يمكن في الغالب ولا النغاف ما متاكد. نعم. لكن هذا الخشب الاصلي ماله. نعم شوف كيف وبنياب ومبنايه قبل فتره كبيره. 120 سنه ما خزتوا انتم نفس الشيء ما خزنا هذا. نعم وهذا عاد بعدين تجديد. تخيل هذا كنت 120 سنة ما متغير. ماشي صحيح. جزاك الله خير.